سيبقى مونديال قطر 2022 مساحة ضوء عربي استثنائية، ليس فقط عبر الشعور بالاعتزاز مع الفرق العربية التي حققت مفاجآت ولحظات فرح ونشوة ختمتها تونس بعد السعودية والمغرب. أعلام في كل شوارع المدن العربية، أفراح في المدرجات وأفراح في البيوت، لحظات ستبقى للذكريات. اللقاء مع الدكتورة ميساء الرواشدي رئيسة قسم علم الاجتماع في الجامعة الأردنية. أهلا وسهلا. أهلا فيك دكتورة. بداية، المونديال في قطر 2022 عكس ثقافة عادات عربية، هل كانت هذه الثقافة ظاهرة للغرب أم لا؟ أولا أنا أوجه شكري لدولة قطر على هذا الإنجاز الكبير الذي حققته من خلال تنظيم هذه يعني مهرجان عالمي. صحيح هي مناسبة رياضية، لكن أيضا عكست جوانب أخرى مهمة. كانت فرصة مهمة لدولة قطر أن تعبر عن التراث الحضاري العربي بشكل واضح وعن القيم والعادات العربية الأصيلة. لا شك أنت لا تستطيع أن تعرف ثقافة مجتمع إلا إذا تمكنت من زيارته أو سنحت الفرصة أن تتعرف عليه من خلال محفل علمي اجتماعي، مناسبة، مهرجان. وكانت الفرصة في دولة قطر أن تجمع العالم كله وأن توضح أمام الجميع من هم العرب وما هي القيم العربية الأصيلة وكيف يفكر المواطن العربي. هناك كان صورة نمطية عن المواطن العربي قد تتسم ببعض الرجعية وأحيانا الإرهاب، لكن قطر استطاعت أن توضح قيم السلام، المحبة، الفكر المتوازن المتسامح، تقبل الآخر، وأيضا عكست هذا التراث الحضاري العربي بأجمل أشكاله. صحيح. نحن نفتخر بلباسنا التقليدي ونفتخر بطعامنا الفلكلور العربي الذي لاحظنا من خلال كثير من الفيديوهات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي إقبال الغرب على هذا اللباس والتصوير والتصوير فيه، إقبالهم على بعض الأكلات الشعبية، وأيضا انبهارهم بالتنظيم. يعني المواطن العربي مواطن منظم، مواطن يتبع القانون، يحترم القانون والتعليمات، وظهر ذلك واضح يعني في دولة قطر. فاجتمع العرب واجتمع الغرب في قطر واستطاعوا ان يعكسوا صورة بهية وجميلة عن الحضارة العربية. فعلا دكتورة، كانت الصورة هي إيجابية فقط عند النظر، وأيضا بالنظر إلى المدرجات كانت الأعلام متواجدة لكل البلدان العربية، نتحدث عن العراق، بغداد، مصر، القاهرة، وفلسطين التي كانت حاضرة بأعلامها عبر المدرجات. كانت الفرصة لإرسال رسالة أيضا. صحيح. من خلال هذا الموضوع، يعني أي مناسبة عالمية هي فرصة أن ترسل رسائل تتعلق بقضايا مهمة، قضايا سياسية وقضايا اجتماعية. وكان مونديال قطر يمكن القضية الرسالة الأولى والأهم هي رسالة سياسية أن العالم العربي هو عالم واحد. فلاحظنا وجود معظم رؤساء الدول العربية في افتتاح المونديال، وهو على اعتبار وكأنه قمة عربية كانت في مناسبة رياضية. أيضا الإعلام العربية كانت حاضرة، هذا التضامن العربي الكبير في تشجيع الجماهير العربية، شجعنا السعودية وشجعنا تونس، ونحن فرحين بوصول وتأهل المغرب، وسيبقى هذا الدعم متواصل في كل بيت عربي للمواطن للمنتخب العربي الذي يشارك بالمونديال. أيضا فلسطين القضية الأولى والأهم لدى كل مواطن عربي كانت حاضرة، واستطعنا أن نوصل رسائل كبيرة بأنه علم فلسطين موجود لكن علم الاحتلال العدو الإسرائيلي هو غير موجود. وكانت أكبر رسالة استطاعت قطر أن توصلها للعالم بأن هناك قضية وهناك وطن مغتصب وهناك ظلم واقع على مجتمع كبير مثل هذا المجتمع الوطن العربي بأكمله. أيضا هناك كثير من القضايا الاجتماعية الدينية وأيضا القضايا العالمية التي أخذت جدل كبير في المونديال، ومنها قضية أعلام المثليين التي منعت بأن تكون موجودة وظاهرة في الملاعب وفي دولة قطر. صح. وهذا شيء نحيي دولة قطر إن احترمت الثقافة العربية والإسلامية. وأيضا هناك كثير من الدول العالمية الغربية هي ترفض وجود المثليين، لا شك دكتورة، رمزهم يعني. صحيح، لا شك دكتورة بأنه هناك احترام للقوانين. وبالعودة إلى نقطة القضية الفلسطينية وعلم فلسطين، ذكر مدرب المنتخب البرازيلي بأن عدد البلدان المشاركة هي 33 دولة وليس 32 دولة. علم فلسطين كان حاضرا بالرغم من عدم
تأهل فلسطين ومشاركتها في المونديال. كانت هذه الفرصة هي فرصة عربية، والآن نتحدث عن قوانين، احترام قوانين، وكان هناك خوف قبل بدء المونديال من الانفتاح الذي ممكن أن يكون حاضرا في المونديال، ولكن كان هناك احترام والتزام بقواعد وضعتها قطر. نعم، مثلما نحن نحترم قواعد وثقافة المجتمعات الأخرى، فعندما نزور أي دولة غربية نحترم عاداتهم وتقاليدهم، وإن كنا نرفض بعضها لكن لا نعبر عن ذلك بطريقة غير لائقة. وكذلك الغرب أيضا يعني أبى أن رفض، هو عليه أن يحترم هذه القيم العربية الأصيلة. وكثير من المقابلات التلفزيونية التي شاهدناها تعبر عن مدى احترام المشاركين في المونديال والمشجعين من دول العالم الغربي المختلفة لقيم وعادات المجتمعات القطرية العربية، ومن ضمنها دولة قطر. وكانوا يعبروا عن انبهارهم بأهمية يعني بطريقة التنظيم، وكيف المواطن العربي هو مواطن يحترم القوانين ويحترم التعليمات ويحترم ثقافة الآخر وتسهيلات الكرم العربي، التعاون الذي يعني أبداه العرب في مساعدة الأجانب في دولة قطر، سواء كان من خلال يعني استضافتهم أو أن يشاركوا بعملية الإشراف على المونديال. وهناك أيضا أردنيين، نعرف أنه كثير من الشرطة الأردنية وقوات الأمن العام مشاركين في تنظيم هذه الفعالية العالمية المهمة. فهي فرصة لأن نعبر عن هويتنا العربية، نعبر عن ثقافتنا، ونعبر عن الذات العربية مقابل الآخر. فكانت المونديال ليس هو مونديال فقط لكرة القدم، وإنه مونديال للأخلاق، نعم، للقيم، للثقافة، لكثير من الاعتبارات التي كنا نتمنى أن يكون هناك فرصة لنصلها للعالم. صحيح. فكانت الرسالة من خلال مونديال قطر، نعم، للعالم ككل. نعم. دكتورة، إذا نظرنا إلى المدرجات في المونديال، كانت هناك فرصة أيضا لرفع شعارات إنسانية، شعارات تدعو إلى المحبة، إلى التضامن، ولربما أيضا كان هناك شعار قد رفعت يعني مشجعة كندية ذكرت بأن هذا المونديال هو مونديال عائلي. شكرا الشيخ تميم، هذا المونديال هو مونديال عائلي. فعلا كان مختلف وكان عائلي إذا نظرنا إلى المدرجات. هل برأيك هناك أيضا فرصة بعد هذا المونديال لاختلاف الوضع في الشرق الأوسط في الوطن العربي؟ لربما النظرة اختلفت الآن، ولربما هناك فرص أيضا قادمة. نعم، هناك حالة من التضامن العربي انعكست من خلال المونديال. هنا نحن كمجتمعات عربية مجتمعات متجانسة متشابهة بقيمنا وعاداتنا وتقاليدنا، لكن قد نكون ابتعدنا نوعا ما، يعني انغمسنا كل في مجتمعه. جاء المونديال ليوحد هذه المجتمعات العربية تحت مظلة العالم العربي الواحد. الفخر والاعتزاز الذي ينتابني كمواطنة أردنية لا يقل عن أي مواطن عربي آخر، سعودي، قطري، بحريني إلى آخره. فهو فعلا هو عائلي، نحن عائلة عربية واحدة كبيرة. وأيضا حتى الأسرة العربية استطعنا أن نصل لأبنائنا الأطفال والمراهقين رسائل حول قطر، من وأين تقع دولة قطر، ما هي دولة قطر، ما هو الخليج العربي، ما العلاقات التي تربطنا، ما هي العادات والتقاليد المتشابهة، إنما كان هناك خوف. نعم، بالعكس أنا لاحظت أنه هي فرصة كانت للاجتماع، للالتقاء، لتقارب وجهات النظر، وأصبحنا نطمح جميعا لزيارة قطر. يعني صح. أصبحت الآن قطر هي مطمح سياحي جديد، مثلما يرغب البعض في زيارة تركيا، في زيارة بعض الوجهات السياحية. نعم. أصبحنا نطمح لزيارة دولة قطر الشقيقة حتى يعني نرى عن قرب هذه المعالم الحضارية التي تمت من خلال مونديال 2022. نعم. دكتورة، كانت في أعلى المعايير، وهذه رسالة بأن الرياضة تجمع ولا تفرق، وبنفس الوقت هي لغة، يعني لغة الكل عالمية، قادر أن يفهمها. تحديدا أيضا من واقع المونديال وما حدث مع المنتخبات العربية التي لربما تفاجأنا يعني في هذا الأداء الرائع. صحيح. خلال هذا المونديال رأينا أيضا التضامن العربي في تشجيع المغرب، تونس، أيضا السعودية. حدثيني أكثر عن هذا الموضوع. قد تكون هذه المباريات التي
يعني ربحها بعض المنتخبات العربية هي وقفة لاسترجاع الثقة بالنفس. يعني استطعنا أن نكسب بعض، يعني السعودية فازت على الأرجنتين، ونحن ندرك أن الأرجنتين هي أحد الدول التي كسبت كأس العالم في السنوات الماضية. يعني عنديش كثير معلومات عن الرياضة، لكن هيك اللي عرفته. وهذا بنفسه، يعني هذا بحد ذاته هو حالة من حالات يعني استرجاع الثقة بالنفس، ونحن قادرين على أن ننافس. وستكون إن شاء الله المونديالات القادمة حضور المنتخبات العربية قوي أكثر. صحيح. من هاي، وهي تجربة بصيص أمل لتبادل. نعم. الخبرات ولمعرفة أين نقع نحن على الخريطة الرياضية العالمية. نعم. وهو بحد ذاته هذا شيء رائع فعلا. بما يتعلق بحالة التضامن، العربي بطبعه متضامن مع العربي. يعني حتى إن لم تكن هناك مونديال، لو كان مباريات عادية، أنت يعني تشجع المنتخبات العربية بشكل تلقائي. يعني لا يوجد هناك حتى مجرد وقفة للتفكير. عندما يلعب أي منتخب عربي مقابل أي منتخب آخر، نحن لا شعوريا، يعني وهي فطرة، يعني وهكذا هي الحياة، سنشجع المنتخبات العربية. وأيضا نحن في الأردن مثلا، يعني نحن في الأردن ما يميز المجتمع الأردني أنه مجتمع فسيفسائي لكنه متجانس بنفس الوقت. لدينا جاليات عربية تعيش معنا. صحيح. ويعني في تجانس، انصهرت في بوتقة هذا المجتمع العربي، وأصبحت جزء من مجتمعنا الأردني. وبالتالي يعني عندما نشاهد هذه المباريات، أنت لما بتروح لمقهى أو لصالات العرض، أنت تشاهد العربي، العراقي، المصري. نعم. الكويتي. أرض المونديال انتقل يعني إلى كل جامعة من الخليج. صحيح. فيعني ألمح ملامح السعادة والفخر والنشوة والاعتزاز بالعروبة، وهذا هو ما كنا يعني نحتاجه ونفتقده منذ زمن طويل. صحيح. فنشكر قطر يعني إتاحة هذه الفرصة لأن نسترجع هذه الثقة ونشعر بهذه المشاعر التي قد تداعب كل مواطن عربي، وحتى أبنائنا، يعني حتى أطفالنا أصبحوا يعني يرفعون أعلام قطر. وكنا زمان شجعوا، كانوا بعض المنتخبات مدريد وبرشلونة، وكان لها شعبية أكثر عند المراهقين واليافعين. الآن صرنا نلاحظ أنه هذا المراهق يرفع أعلام عربية، يرتدي قميص المنتخبات العربية ويعتز بعروبته، وهو مدعاة للفخر بأن نشكر، وأيضا مدعاة نشكر دولة قطر الشقيقة. نعم. على ما قدمته خلال هذا المونديال. نعم أكيد. إذن شكرا لقطر، وشكرا لك الدكتورة ميساء الرواشدي على كل ما تعطينا عليه حول مونديال قطر 2022.